سيدة رجوي، كل أصدقائي في أشرف، وكل السجناء السياسيين في إيران، سيداتي وسادتي، لأكثر من 25 عاما عملت جنبا إلى جنب كجزء من المقاومة الإيرانية. خلال هذا الوقت شاهدت تغييرا ملموسا ذو أثر عالمي. الخبر المشجع هو أننا في نقطة أقوى الآن من كنا قبل، بينما النظام ضعيف كما كان من قبل، لم يكن في أضعف لحظاته. خلال هذه السنوات شهدت العديد من الاتهامات تجاه حركتنا. اليوم أقدم دعمي كعضو في البرلمان النرويجي. هذه الاتهامات لم تتوقف منذ سنين، لكن ردي على كل ادعاء كشف أنها دون معنى. هذه الادعاءات يروج لها وزارة الاستخبارات الإيرانية وعملائها، وأحيانا تستهدف هناك لاجئون يأتون إلى مكتب البرلمان يقولون بأنهم ناجون من المجاهدين. كل أولئك، كل تلك الادعاءات تم الترويج لها من قبل وسائل الإعلام التي تدافع عن النظام والتي تسعى إلى استرضاء الملالي. هذه الأكاذيب تكررت مرارا، في النهاية تلوث بعض عقول البعض، وبعض من هذه الأكاذيب مع زيادة عدم الاستقرار في طهران فقد زادت من جهودها للتقليل من المقاومة الإيرانية وتؤكد أن تغيير النظام مستحيل. مثال واضح على ذلك هو المحاكمات المزيفة التي قام بها النظام الإيراني ضد قادة المقاومة، ضد أكثر من 100 من قادتها. قاموا بشكل عام الاعتراف بأنهم يريدون منع الشبان من الانضمام للحركة وأن يمهدوا الطريق للإرهاب في أنحاء العالم. في إيران النظام الديني ما زال يقمع ويسكت أي معارضة منظمة، لكن كما رأينا هنا المقاومة الإيرانية ترد على هذه الادعاءات والتكتيكات عبر وحدات المقاومة. أكثر من 20,000 منها تعمل في الأحياء والمدن والمدارس والمكاتب. هذه الوحدات جوهرية في الحفاظ على المظاهرات التي ضد النظام ونشر الأفكار المعارضة والانشقاق ضد القمع. النظام نفسه يعترف بالقوة التنظيمية لهذه الوحدات ودورها في الثورات المقبلة، ودعم هذه الوحدات جوهري لأجل المجتمع الدولي في تحدي الحرس الثوري والسعي نحو إيران حرة وديمقراطية. سيدة رجوي وخطتها تقدم خطة من أجل مستقبل إيران، تواجه القمع وتاريخ نظام الملالي خلال السنوات 45 الماضية. الخطة تهدف إلى الانتهاء من حقبة النظام القمعي والسعي لحرية وازدهار إيران. خطة النقاط العشرة تشابه إعلان حقوق الإنسان الأمم المتحدة. تبني هذه الخطة جوهري من أجل تحقيق أمال الشعب الإيراني وتؤدي إلى السلام في المنطقة وإيران محترمة قبل المجتمع الدولي. والآن يا كل السجناء السياسيين في إيران، نحن نعلم ماذا حدث منذ 3 أيام في يوم الانتخابات. السجناء السياسيين في سجن حيث النساء والرجال والسجناء السياسيين في السجون وفي طهران وفي كل السجناء السياسيين في كل أنحاء البلاد
قاطعوا انتخابات النظام المزيفة. نحييهم على ذلك، يدفعون الثمن الأغلى لأجل هذه المقاطعة. هم الآن يواجهون الكثير من القمع والتعذيب والضغط النفسي. سجناء لم يضعوا أي أوراق انتخاباتهم في السجن. السجناء السياسيين صرحوا بأن هذا ليس وقت الاختيار بل للوقوف والمواجهة. واقتبس من السجناء السياسيين، أصواتنا كأغلبية الشعب الإيراني هي الإطاحة بهذا النظام كاملا، هذا ما أكدوه. بالإضافة للسجناء السياسيين، الغالبية السجناء السياسيين أيضا امتنعوا عن التصويت. حصلوا على وعود بأنه سيتم حصول على منشآت وامتيازات في حالهم صوتوا، لكنهم رفضوا التصويت. لكل السجناء السياسيين، نحن نعلم أن أغلبكم جزء من المقاومة الإيرانية، ولدي هنا رسالة: نحن نقف إلى جانبكم ولن ننساكم. أنتم تشجعون العالم بأكمله. إصراركم وشجاعتكم وقناعاتكم وحبكم لبلادكم وعدم الاستسلام هي أمل لنا جميعا لأجل الحرية. حرية حرية.